بسم الله الرحمن الرحيم، مدارس بري تايجرز، معاكم مستر حسن الدناري. ان شاء الله هنراجع النهارده هندسه الصف الثالث الاعدادي، وناخد مع بعض درس الشكل الرباعي الدائري. الشكل الرباعي الدائري بفكركم بالخواص بتاعته، ايه هي؟ اولا رؤوسه الاربعه على تقع على الدائره. يعني ايه رؤوس الاربعه؟ دي ما تعتبرش خاصيه، لا دي اصلا يعني هي التعريف بتاعه. ايه هو الشكل الرباعي الدائري؟ هو شكل رؤوسه الاربعه يمكن ان تمر بها دائره. مش هو مرسوم جوه دائره، ما هو ممكن يبقى مش جوه الدائره وهو رباعي دائري. ازاي يعني هو ينفع يمر برؤوسه دائره؟ مش كل شكل ينفع يمر برؤوسه دائره. يعني لو رسمت معين كده مثلا، ده ما ينفع، مستحيل الاربعه تمر بيهم دائره. لو مرت بالاتنين الكبار مش هتمر على الصغيرين، ولو مرت على الصغيرين مش هتمر على الكبار. يبقى هو شكل رباعي دائري، هو شكل رباعي رؤوسه الاربعه يمكن ان تمر بها دايره، ينفع يمر بها دايره، بس مش لازم يكون فعلا هو مرسوم جوه دايره. طيب اول خاصيه بقى، كل زاويتين متقابلتين مالهم؟ متكاملتين. يعني لو ألف ب 100 تبقى الجيم ب 80، لو ب ب 120 تبقى الدال ب 60، المهم ان مجموعهم لازم يبقى بكام؟ ب 180. طيب حلو قوي، دي اول خاصيه. الخاصيه الثانيه ان الزاويه الخارجه عندي عن الرباعي الدائري بتساوي المقابله للمجاوره. يعني ايه؟ دي 80، يبقى اللي جنب، لو كملنا الخط كده دول على استقامه واحده، يبقى دي ب 100 عشان الخط المستقيم زاويه المستقيمه ب 180. بما ان دي 80 يبقى اللي جنبها ب 100. طيب ال 100 دي بتساوي دي، يبقى استنتج ايه؟ ان الزاويه الخارجه عن الرباعي الدائري بتساوي المقابله للمجاوره، يعني بتساوي اللي جنبيها، لا اللي قصاد اللي جنبيها. يعني لو دي ب 50، مين جوه يبقى ب 50؟ الدال. لو هنا الالف دي ب 70، مين هنا يبقى جوه ب 70؟ اللي هي مين؟ الجيم. وهكذا، يبقى الزاويه الخارجه بتساوي المقابله للايه؟ المجاوره. الزاويه الايه؟ الخارجه بتساوي المقابله للمجاوره. طيب تاني حاجه، اخر حاجه بقى، لو عملنا دول كده يبقى زاويه الف اللي فوق بتساوي زاويه دال اللي فوق، زاويه ب اللي تحت بتساوي زاويه جيم اللي تحت، زاويه الف اللي هي هنا اليمين بتساوي زاوية ب اليمين، زاوية د الشمال بتساوي زاوية ايه؟ ج الشمال. يعني كل زاويتين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها مالهم متساويتين. يبقى دي خواص الرباعي الدائري، انا كاتبها لك هنا عشان ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك اذكر خاصتين من خواص الرباعي الدائري، هتكتب له اتنين من التلاتة دول وممكن يقول لك اكتب التلاتة. تمام، تعالوا ناخد تمارين عليها. من اشهر التمارين اللي موجودة في الامتحانات اللي قصادنا ده، اللي هو مدخل الزوايا والاقواس مع الرباعي الدائري. يعني دي ب 130، هو عايز الجيم، بس انا متعود لما يكون عايز زاويه ومديني زاويه ما بجيبش دي من دي على طول، لا بعدي على حاجه في النص. يعني زاويه ميم المركزيه ب 130، تمام. طب زاويه الف المحيطيه بكام؟ بنصها، 65، لان الزاويه المحيطيه بتساوي نصف الزاويه المركزيه المشتركه معها في نفس الايه؟ القوس. يبقى زاويه الف دي بكام؟ ب 65، نص ال 130، يبقى دي ب 65. طيب أ ب ج د ده إيه؟ أ ب ج د ده عبارة عن إيه؟ رباعي دائري. ليه؟ ليه رباعي دائري؟ عشان رؤوس الأربعة بتقع على الدايرة، دي حاجة مش محتاجة أثبتها. أ دي ب 65، يبقى ج اللي قصادها بكام؟ أوعى تقول لي 65، أنا يعني مش بنتكلم في متوازي أضلاع. رباعي الدائري كل الزاويتين متقابلتين متكاملتين، يبقى أقول 180 ناقص ال 65 يديني إن دي ب 115، وهو الإيه؟ المطلوب. يبقى هنا اقول له ان زاويه ألف المحيطيه بتساوي نص ميم المركزيه بتساوي 65. ألف ب ج د، بما ان ألف ب ج د ده رباعي دائري، اذا زاويه ج بتساوي 180 ناقص 65 بتساوي كام؟ 115. تعالوا ناخد الايه؟ المساله اللي بعديها. بيقول لي ان ده رباعي دائري، يا مستر فين الدايره؟ احنا قلنا رباعي الدائري مش شكل مرسوم جوه دايره، شكل ينفع تمر برؤوسه. فقال لي اللي عندي هنا ده عباره عن ايه؟ عن رباعي دائري. طب ده رباعي دائري عندي، تمام. هو عايز زاويه ب بكام؟ مديني مين؟ زاويه الف، عايز يوصل لزاويه ب. كالعاده انا لازم اعدي على كذا دايره، على كذا زاويه في النص. بص كده معايا، زاويه الف دي بكام؟ ب 40. المثلث ده متساوي الساقين، يبقى زاويه الف بتساوي زاويه ج بتساوي كام؟ 40. وطالما مثلث فيه زاويتين يبقى انفع اجيب الثالثه، اطرحهم من كام؟ من 180. يبقى زاويه د دي بتساوي ايه عندي؟ ها 180 ناقص 40 و40 يعني ناقص 80 تديني كام؟
100، تديني ايه؟ 100. يبقى زاوية الدال دي ب100، يبقى زاوية الدال دي بكام؟ ب100. طيب انت قلت لي ان ده رباعي دائري، يعني كل زاويتين قصاد بعض بكام؟ ب180. دال دي ب100، يبقى ال ب بكام؟ 180 ناقص 100 يديني بكام؟ ب80. يلا نقولها من اول وجديد. ها، زاوية أ بكام؟ ب40، يبقى زاوية ج ب40، يبقى زاوية د 180 ناقص 40 و40 يعني ناقص 80 يديني كام؟ 100. طالما زاوية د ب100 يبقى ب بكام؟ عشان ده شكل رباعي دائري، أ ب ج د ده رباعي دائري، يبقى زاوية ب بتساوي 180 ناقص 100 بتساوي كام؟ 80، وهو المطلوب زي ما أنتم شايفين كده البرهان تحت، بما أن ده بيساوي ده، إذا زاوية ج بتساوي 40. طيب بما أن يبقى الدال بتساوي 180 عشان المثلث ناقص 40 ناقص 40 بتساوي 100، ده رباعي دائري، يبقى كل زاويتين قصاد بعض بكام؟ ب180، يبقى ال ب عندي ب180 ناقص 100 ب80. طبعا دي من اشهر المسائل الموجوده على الرباعي الدائري. ربنا يوفقكم يا رب وجزاكم الله كل خير، واشوفكم ان شاء الله في المراجعه بتاعه اللي بعديها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.